مرحبا بكم، معكم زينة من مجاهره فاتين. اليوم كنقترح عليكم هذا البراسلي اللي هو كما كنقولوا براسلي ديال النخوه. ديزاين ديالو داير على هذا الشكل، هذا فهو كامل مخرم هكا. هم الجنيبات ديالو كيفاش كيكون على هذا الشكل هذا، ومن الداخل ديالو كما كتشوفوا فهو هكا. وبالنسبه لطريقه الحلان والسدان فهي سهله، يعني كنحلوا هاد العيبات ديال لا سيكوريتي، فهو كيتحل على هاد الشكل هذا. وبالنسبه اللي كيبغي الطابع ديال الديوانه فهو كاين هنايا في السداده. ودابا غنحاول نوريكم البراسلي ديالنا كيفاش كيجي في اللبسه. البراسلي ديالنا كيجي رائع، غزال، انيق، منخوي بزاف. فهو كيجي على هاد الشكل هذا في اللبسه، دونك شي حاجه راقيه وعاطيه للعين بزاف. كنتمنى هاد البراسلي اللي اقترحت عليكم اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش بجو تخيفاتين دايبي حتى لعندك. مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا، وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك. و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.